في فرق عربيه حققت انها صحيح. وصلت الفاينل الرجاء المغربي والعين الاماراتي صح. فاكيد النادي الاهلي باسمه وتاريخه يعني اكيد ده الهدف اللي حطه وده لازم يكون مستوى الطموح عالي وعندنا امل كبير واكيد يعني عندنا ثقتنا كبيره في الفرقه الحقيقه وحتى يعني لما ذكرنا احنا المباريات اللي احنا في 77 لما قابلنا بايرن ميونخ على فكره كانوا واخدين بطوله اوروبا يمكن ثلاث سنوات متتاليه يعني 74 75 75 76 وبرده 77 ثلاث بطولات كانوا ابطال افريقيا سوري ابطال اوروبا ثلاث سنوات متتاليه يعني كانت في الفتره ديت من احسن فرق الدوري وقدرنا نتغلب عليها يعني ما يعني انا شايف يعني انا بتكلم باحساس اللاعب لا واللاعبين دلوقتي الحقيقه اكيد هم مركزين وعندهم اراده وعندهم تصميم النتيجة طبعا في علم الغيب بس لازم مستوى الطموح يكون عالي واكيد دي يعني ده مباراة ومفيش شك يعني املنا كبير في الوصول للفاينل.